السلام عليكم. أنا جاي اليوم المستشفى أزور بعض أبنائنا الصغار المصابين بمرض السرطان، نسأل الله يشفيهم ويعافيهم. كيف حالك يا ولدي؟ صحتك طيب؟ ما شاء الله. الله يشفيك ويعافيك. الله يشفيك. كيف حالك يا محمد؟ عندك لوكيميا؟ احنا دكتور كل ما زاد بنتها نرجع لكلامكم الله ونرتاح ونرتاح. الحمد لله ابد ان شاء الله. الله يجزاك خير يا شيخ. الله يجزاك كيف سليم كان؟ طيب تدرس؟ أي صف وصلت؟ ما شاء الله رجل مثقف جدا، يقرا ويثني عليك وما شاء الله على نفسيتك واخلاقك. ما شاء الله من الناس المثابره هنا المتفائله دائما. ما شاء الله وكثر الدعاء يا محمد، ترى المريض دعاءه مستجاب. يلا يا ولدي مع السلامه. ليه يا شيخ؟ الله يقر عينكم بشفاءك. الله يقر عينك. هذا الدكتور بدر الشمراني من طلاب كليه الطب الفصل الماضي، وارسل لي مقطع اثر فيني بصراحه وقال لازم تجي تزور هذا الولد. السلام عليكم يا شيخ محمد. أنا محمد صلاح الشهاري. أنا في مستشفى الملك خالد الجامعي. أنا أبغى أشوفك وأسلم عليك. بعض الناس يا دكتور بدر يقول ودي أجي أزور المرضى بس إذا صرت ما أعرفهم يتقبلوني؟ إن شاء الله، ليش لا؟ ممتاز، خاص الصغار والكبار. هل عندكم مرضى يمر عليهم يمكن أسبوع أسبوعين ثلاثة ما زار أحد؟ بالكثير يعني أكثر شيء الصغار للأسف الكبار في العمر. عجيب. يعني يحتاجون يكون أهله بعيدين عنه. أحياناً هو في الرياض وأهله في جدة، في شمال، في جنوب. يقعد فترة يتمنى يشوف زائر. صحيح. بعض الأحيان في حالات زي كذا للأسف. يا دكتور. ها. طبعاً إحنا مسوين زي المجموعة اسمها حقق أمنية، نقوم زيارات ونقوم يعني بزيارة المرضى وإدخال السرور على قلوبهم. تاس. السن لها تأثير شديد. اكيد يعني احنا نسوي هذا الشيء مو عشان نبرز احنا ايش قاعدين نسوي، بالعكس نحث الشباب والجروبات الثانيه يتعاونون معنا ويسوون مثل ما طبعا النبي عليه الصلاه والسلام يقول من زار مريضا في الصباح لم يزل في خرفه الجنه الى المساء، ومن زاره في المساء لم يزل في خرفه الجنه الى الصباح، يعني كانه يجني من ثمار الجنه. فالله يحييك يا شيخ. والله يعطيك الله يجزاك خير. انا والله اقول كل اللي في المستشفيات في اي مدينه انا احث الجميع حقيقه على زيارتهم وحساب الاجر. السلام عليكم. بعض الناس ربما لما يشوف تصويري لبعض مثل هذه النشاطات يقع في قلبه مثلا بعض الأمور. أحيانا تصوير بعض هالنشاطات حتى يبين الشخص، يعني أبين أن الناس في حاجة إلى زيارتكم، إلى الوقوف معهم، إلى يعني يا جماعة فرق بين أني أقول الكلام بلساني وأقول زوروا المرضى افعلوا كذا، وبين أني أصور لك المرضى وتشوف فرحتهم بمجيء الناس إليهم وكلام الأطباء عنهم. ولذلك أنا أقول لكل إمام مسجد، كل خطيب، كل إنسان في خاصة القرى والمدن الصغيرة، احرص على زيارة المستشفيات. يعني حتى لو ما كان في أحد تزوره، لا قريب ولا ابن ولا أحد، مجرد دخولك على المريض قراءتك سورة الفاتحة عليه بلا شك أن هذا نافع بإذن. أخيرا ننبه إلى موضوع مهم جدا. أنا يمكن شفتوني أضع يدي وأقرأ سورة الفاتحة على بعضهم، أنا ترى لا أرقي أحد ولا أقرأ على أحد. أرجوكم، إيه أنا أقول هالكلام حتى ما أفتح الباب، أنا لا أرقي أحدا، أدعو للناس بالشفاء، لكن أحيانا تصير موقف نفسيا ودك تدعمه فقط. الشباب أو الأطفال اللي زرتهم قبل شوي مصابين باللوكيميا سرطان الدم، والطفل الأخير أصيب يعني بنزيف في الدماغ، أهلهم يوصونكم أن تدعوا لهم كثيرا، صلى الله أن يشفيهم ويعافيهم وأن يشفي جميع مرضى المسلمين. الله يجزاكم خير.